هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم فيديو عن العنايه بالبشره وشلون اسوي شعري سلك، لانه انطلب مني هذول الاثنين فقلت بسويهم فيديو واحد، ان شلون اسوي شعري سلك وعن عنايتي ببشرتي. شوفوا بنات، اتوقع البنات اللي قاعدين يسالون شنو عنايتي وشنو استخدم وكذي، هم يعني رفيجات يدد بالقناه، لان انا وايد من قبل مسويه، فراح اسوي لكم اليوم ابديت على شنو قاعد استخدم، وفي اشياء جديده ابي استخدمها، لان انا دائما احب ان لما اسوي هالفيديو اكون اوريدي خلصت لاين معين من السكين كير واعطيكم ريفيو عنه وابلش بسكين كير جديد. فاذا دورتوا بالقناه راح تلقون ان انا مسويه ريفيو عن اوغستين بدر، مسويه ريفيو عن درانك اليفنت، مسويه عن جلو ريسيبي، مسويه عن كوديلي، هذول رش بوسي، هذول كلهم انا مسويه ريفيوز، يعني كلهم استخدمتهم تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، وبعدين كنت اقول يعني اذا الريفيو يعني مالي شنو اللي شفته وكذي. صراحه انا كل الاشياء اللي استخدمتها بالسكين كير كلها اشياء حبيتها، يعني ما كان في شيء استخدمته وما حبيته الا درانك الفنت، ترى هو الوحيد اللي استخدمته، وكان يمكن هذا اول سكين كير انا اسويه بالقناه، يعني كان من زمان، كان شعري قصير بعد، ما حبيته وايد يعني، فوقفته حتى ما رديت يعني اشتريت منه اشياء وكذي. بس الاشياء الثانيه اللي استخدمتهم كلهم كنت احبهم، يعني جربت فلورجا، لارش بوسي، كوديلي، جلورا سيبي بعد، وايد في اشياء جربتهم حلوين. بس انا اعطيكم الخلاصه، مرات مو البرودكت نفسه هو اللي يكون وايد حلو او اللي يسوي النتيجه القويه، الاستمراريه، سواء باي برودكت انت استخدمتيه مثلا جربتيه، طالما ما سوالك حساسيه، ما حسيتي ان وجهك مثلا حمار او شيء كذي او نشف، خلاص معناته الاستمراريه هي اللي راح تعطيك النتيجه. النتيجه عاده اللي تكون مطلوبه من السكين كير ان البشره تتم رطبه، ان يعطيها هذا الجلو الهيلثي، ان تكون مثلا لونها متوحد نفس اللون كلها. بس مثلا بنات اللي تعاني من حبوب، يعني مثلا انا اوكي مهما استخدم، عندي حبه هني، عندي حبه طالعت لي هني، يعني الحبوب تروح وترد. بس في مرات لازم تسالين تروحين حق دكتور، عشان هو يقول لك مثلا مرات انه يكون هو وجهك يحتاج دواء، عرفتوا؟ سواء دواء تاخذينه او ان ادويه تحطينها مثلا مراهم وكذي اشياء. ففي اشياء مو كل شيء سكين كير يسويه، مثلا سالفه ان يعني كريم العين يوخر الخطوط وكذي، ترى انا ما جربت بحياتي كلها كريم عين حطيته وقلت ايه هذا والله يوخر الخطوط اللي هني التجاعيد وكذي، هذه الاشياء ما يوخرها الا البوتوكس، عشان تكونون يعني صدق عارفين. بس هو شنو الفائده تكون من الكريمات؟ الترطيب، يعني بس الترطيب، ان مو ناشفه تحت الميك اب يصير حلو، يعني لما تحطين المكياج يصير مكياجك حلو مو ناشف، يعني هذه الاشياء. مثلا مرات يسوون يعدل اللي يصير اويل كنترول، اللي يعدل الدهون اللي بالوجه، مثلا يعني مثلا اذا انا وايد عندي دهن هني، مرات مثلا في اشياء معينه مثلا هذا السالك اسيد وما ادري شنو هذولا، يعني يوقف شوية من الدهون وكذي. فهذه الأشياء اللي راح تنفعك كترطيب، كبشرة هيلثي، هذا اللي ينفع. بس مثلا إذا عندك تصبغات قوية، مسام قوية، حبوب قوية، آثار حبوب، تجاعيد، هذول السكين كير ما راح يوخرهم، لازم إنه يكون فيه دكتور يعطيك علاج، بوتوكس، الأشياء هذه يعني اللي تعالج الأشياء اللي قلت عنها يعني. بس انا اؤمن ان الاستمراريه تعطي نتيجه، تعطي نتيجه باللي هو قلت لكم، تخليها هيلثي، تخلي البشره مشدوده، يصير شكل البشره حلو، عرفتوا؟ يعني مثلا انا لو ما عندي، الحمد لله ما عندي تصبغات بوجهي، ما عندي مثلا حبوب بوجهي، عندي مسام هني صغار، بس المسام طبيعيه يعني مو المسام الكبيره، ما عندي اثار حبوب. شوفوا الحين المسجات تشتغل على بنا، انا قاعد اصور انزين. فهذه المشاكل طالما ما عندي اياها، اللي هم المشاكل الحمد لله اللي تصير قويه، هني السكين كير يلعب دور انه يخلي البشره شي هيلثي وشكلك مو مريض وشي. زائد النوم، يعني انا مثلا خلينا نقول
مو نايمه عدل، راح اقوم من النوم راح احس ان في هالات وكذي، مع ان هذه الهالات يعني مو هالات مزمنه اللي على طول، لا هي هذه الهالات لان ما انام عدل، ما اشبع نوم، انام مثلا اكون متاخر. انا اذا نمت عقب ال 12 اقوم وجهي متفوخ وكذي مضقوقه وعيوني داشه لداخل، فهذه الاشياء الاحظها اذا انا نمت قبل بعد ال 12. اذا نمت 11 ونص والله العظيم اقوم ما فيني ولا شيء، ووجهي حلو فريش وفيني طاقه، يعني انا تفرق معاي النوم وايد. فهذه اشياء كلها بنات تاثر بالبشره، الاكل، الاشياء يعني اي شيء تاكلينه. مثلا انا عندي مشكله ان مثلا انا وايد اكل شيبس وبطاط وكذي، يعني انا احب هذه الاشياء، فاكلي مو هيلثي، فانا لو ما اعتني وايد كان شفتوا بشرتي وايد أسوأ من كذي. فانا احس هني السكين كير يلعب دور، ان انا على اني ما انام عدل وعلى اني اكل خرابيط بشرتي مو بالسوء اللي المفروض تكون عليه، يعني عرفتها. فنبلش سكين كير اول، صح؟ شوفوا انا جبت كل شيء حطيته معاي مني عشان ما انسى، لانهم كلهم انا حطيتهم فوق. شوفوا انا الغسول اللي استخدمه واروح وارد عليه هذا، يعني حتى هذا يمكن ثاني او ثالث بطل ما ادري وبيخلص باجي فيه شويه. وايد اشياء استخدمتها كانت حلوه. غسول لرش بوسي الجل كان حلو، فلورجل فوم كان حلو، الاخضر مال جلوريسبي هم من حبيته كان حلو. بس الاحظ دائما ان انا ارد على هذا اللي هو لاموس مال شانيل. خلينا نشيك على الفوكس، تعالوا. اوكي انا قالوا لي على حركه ابي اجربها معاكم، ان اقدر ادش بالتليفون اشوف، يعني انه لان مو شاشه هني صغيره بالكاميرا، قالوا لي خليها على التليفون عشان تشوفين عدل. اوكي الحين انا قاعده اصور بس خايفه هذا يخترب، احط جوين. اوكي هي المفروض قاعده تصور بس انا الحين قاعده اشوف نفسي هني، ما قاعد اشوف نفسي بهذيك. احس الفوكس زين، ما ادري خل اكمل من هناك، اخاف اخرب الدنيا، ما ادري ما عرفت وخفت الحين اخرب وهذا يروح. المهم بس احس ان الفوكس زين. اوكي وبنات على طاري الكاميرا ولا التليفون والاشياء هذه، شوفوا في بنات مثلا يكونون يشوفون للحين ان الفيديو مو واضح، ترى هو واضح عندي، وفي بنات وايد يكتبون ان الفيديو وايد واضح، فانت دائما عندك رفعي الكواليتي مال الفيديو باليوتيوب عندك انت، يعني عرفتي يعني تاكدي ان انت النت عندك قوي، رفعي الفيديو بالسيتنجز نفسه مال الفيديو، طقي عليه راح يطلع لك هاي كواليتي، طقي عليها انه يحط لك ايش كثر تبين الكواليتي، لان كل ما رفعتي كل ما يكون لازم النت اقوى، عرفته؟ فهو يمكن هذه المشكله، لان الفيديوهات قاعده تطلع واضحه لما يعني قاعد، يعني انا قاعد اشيك من اكثر من تليفون وبالتلفزيون الفيديوهات واضحه، وحتى البنات قاعد يكتبون لي ان الفيديوهات واضحه، فبنات شويه اللي عندهم الفيديو للحين يكون مو واضح، فاتوقع هذا يكون من النت او من السيتنجز عندك. وحتى بنات ترى انا احط سبتايتل، يعني انا في ترجمه تطلع كذي، فلازم هم من انتم تكونون مشغلينها، فالبنات اللي يكونون اوريدي مشغلين الترجمه عندهم قاعد يكتبون لي ثانك يو ان انت سويتي سبتايتل وكذي، ففي بنات يكونون ما يدرون لانه مو متعبثين بالسيتنجز مال تليفونهم هم، يعني مال اليوتيوب مالهم. فبس هذا يعني لازم وجب التنويه. المهم خلينا نرد، فقلت لكم الغسول هذا اللي هو اوكي هذا اللي قاعد استخدمه. الحين بالنسبه حق التونر، الفتره الاخيره كنت قاعد استخدم رود، حبيت التونر مالهم، وابي العب فيه زياده ان استخدمه، قاعد اشوفهم يحطونه مع الفاونديشن يخلطونه، يعني تحط خلطه وبعدين تحط الفاونديشن، فودي اجرب ووقفته لان حسيت يعني ما بي ملكي تونر، يعني عرفتوا ما بي التونرات اللي تكون كذي، هو حلو ما في شيء، بس انا ما بي التونر اللي يصير كذي، حسيت هذا يمكن حق لشته احلى او حق بشره جافه، يعني لان انا بشرتي دهنيه مختلطه، عرفتوا؟ انا من قعدت من النوم وانا عطس، فرديت استخدم هذا حتى يعني مخلصته، هذا اكثر تونر بالحياه انا استخدمته، يعني يمكن فوق السبعه خلصت منه. وايد احبه سواء مع قطن بدون قطن، وايد احب استخدمه صبح وليل، يعني الصبح استخدمه كذي عادي بدون قطن، يعني
بالليل لما مثلا اكون حاطه مكياج وشي وشايله المكياج احطه بقطنه لان اشوف الاشياء يعني نظف عدل الاشياء تطلع بالقطنه، عرفتوا؟ فهذا اللي الفتره هذه قاعد يعني رديت استخدمه. وعندكم شوفوا انا اكثر شيء احبه الصبح فيتامين سي، واحب اللي هو الهايلورونيك اسيد، وايد احب استخدمهم. اوكي، فهذا مال ساندي رايلي اللي هو السي اي او، مكتوب 15% فيتامين سي، هذا اللي قاعد استخدمه. خلص هذا الحين ما في يعني خلص، فخلصته. فلازم استخدم فيتامين سي جديد. فذيك المره اكتشفت ان انا عندي فيتامين سي مال كلوسيه توه جديد، فأتوقع راح أبلش أستخدمه، مع إن عندي باقي الأشياء بس يعني كنا ودي يعني لا شوفوا ما راح أستخدم هذا اليوم لأن أبي إنه يعني نبلش نستخدم سات كامل، فأبي أكون مخلصة الأشياء الثانية. خل أرد أقول لكم أكمل لكم إنزين. وبعدين أحب أرش دائما سبراي، السبرايات اللي حبيتها شوفوا هم من هذا ساندي رايلي اللي هو البينك درينك. اوكي، هذا يسوي فيرمينج حق البشرة، في بيبتايت وفي شي وايد اشياء ما ادري، شوية في ريحة يعني عرفتوا، يعني في ريحة هي مو حلوة عادية يعني، بس في يعني لان في بنات ما يحبون كذي، فأحب استخدم هذا. هذا تقريبا بيخلص، هذا وايد حبيته بنات، انا راح ارشهم كلهم الحين عادي. انزين مال سمر فرايديز، هذا الرشه مالته حلوه انها خفيفه كنا مست، يعني مست خفيف ووايد يسوي ترطيب حق البشره. اوكي، اللي هو الجيت لاج سكن سموثينج هايدريشن مست اسمه، ومال بيوم اللي هو بالانسينج فيس مست، وايد حبيته. يعني شوفوا هذول الاثنين ارد اشتريهم لو خلصوا، يعني اذا خلصوا ارد اشتري منهم، وايد وايد حلوين. هذا اكثر شيء بيوم حبيته ترى الفيس مست، وايد حلو. اوكي، فهذه الخطوة الثانية عقب التونر. بعدين اللي هو عاد سيرومات ما سيرومات والاشياء هذه، ايه هذا بعد لا ننسى، مرتين لثلاث مرات بالاسبوع او الايام اللي احس اني انا حاطه ميك اب مده طويله وكان ثقيل يعني فاونديشن وكذي، استخدم اللي هي الصنفره هذه. اوكي، هم مال شانل، وايد بعد احبها. شوفوا هذولا ملوت رود اللي هما البيبتايد جليز واللي هو البارير كريم، حبيتهم بس حسيت حق الشتاء يعني، استخدمتهم فترة ترى بس ما خلصتهم للأخير، ما أدري قلت شوي بوقف أبي أستخدمهم بالشتاء عشان يعني ما حسيت إن أنا يعني بشرتي يبيلها أخف من كذي، عرفتوا؟ هذا ممكن أخف من هذا لأنه صاير على كريم، أنا أحب الأشياء اللي تكون مو كريم، أحب جل أشياء كذي تكون خفيفة على وجهي، فقلت بوقفهم وبرد عليهم يعني الشهر الجاي أرد أستخدمهم. انزين هذا مال الشفايف البيبتايت مال الرود، عجيب ان شاء الله مبين واضح، وايد 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 حبيته. على طار الشفايف هذا وايد حبيته مال دكتور جارت، هذا كان ايدد واحد شريته، وايد حلو بنات، يعني تحسونه ما ادري شلون شعوره غير اي شيء ثاني، يعني مو شعور فازلين، مو شعور جلوس، مو شعور نفس هذولا، لا هذا ملمسه وشعوره غير بس حلو وثابت على الشفايف، فانا احب هذا الشيء انه ثابت يعني. فحاليا قاعد استخدم اللي هو البرايتنينج سيروم في نايت سينيمايت هايلورونيك اسيد اللي هو مال بيوما، فهذا بخلصه بعدين راح افتح هذاك مال جلوسير، لان بعد جلوسير هو فيتامين سي وانا شاريه مال كوديلي الجديد الهايلورونيك اسيد، بس ما ادري وين حطيته، هو اكيد باللويا موجود بس ما ادري وين حطيته.
فأبي أستخدمهم أثنينهم شي مع بعض عشان يصير يعني لاين كامل جديد. يعني استخدم اللاين مع الجلوسير كامل مع الكريم وكريم العين وكذي والهايلورونيك أسيد الجديد. فحاليا هذا السيروم اللي قاعد استخدمه. وشوفوا كريمات العين، كريم العين مال بيوما حلو، هذا وايد حلو بنات مال سمر فرايديز، بس هذا استخدمه بالليل لانه هو فيه ريتينول، وايد وايد حلو، اسمه جيت لاج اوفر نايت اي سيروم. فهو ترى سيروم مور اكثر من كريم، يعني من كريم. وهذا مال اوغستين بدر، انا صراحه استغرب ان هذا ما قاعد يخلص، يعني طول معاي ومستانسه انه طول لانه صراحه هو غالي. فانا خلصت السيروم وخلصت هذا الريتش كريم، هذا بس اللي طول معاي، هذا يصير صبح وليل، فكنت استخدمه بس ليل، بعدين لما جربت هذا حبيت هذا اكثر، فقمت استخدم هذا بالليل واستخدم هذا بالنهار، ومرات هذا يعني هذا او هذا بالنهار عادي يعني، وهذاك اعتمدته حق بالليل لانه وايد عجبني يعني. وبعد شنو قاعد استخدم هذولا حق صبح وليل. شوفوا انا الاشياء اللي راح استخدمها بالليل راح ارد يعني راح اصور لكم اياها وانا قاعد استخدمهم، بس الحين بستخدم الاشياء مالت الصبح واسوي السليك، وبعدين راح ابلش اسوي فيديوهاتي الثانيه اصورهم، بعدين لما اخلص ارد اشيل مكياجي واستخدم الاشياء مالت بالليل، لان في بنات يحبون ان انا لما اسوي ريفيو اسوي وانا قاعد استخدمه مو بس اني اتكلم. هذا مال بيوما الكريم، هذا فيه اوريدي حمايه الاس بي اف فيه 30، هو مويسترايزنج جل سن سكرين، انا عاجبني النجل. عندي الثاني الوردي هم من وايد حلو، بس هذاك ما في حمايه، فهذاك احطه العصر، احطه اذا عندي حمايه ثانيه ابي احطها او ابي اجربها، بس مثلا حق يعني كل يوم ولا مثلا بالويكند وبصور وكذي، يعني احس انه احط هذا لان اثنين بواحد يعني عرفتوا، فاحسن. في هايلورونيك اسيد، وفي ترى في اشياء ما ادري يعني هي شنو يعني، بس انه بس انا حابته، فلانه جل واتوقع راح يبدون يخلصون، يعني شنهم قاعد يخلصون يعني، من خذيتهم من امريكا وانا تقريبا قاعد استخدمهم، بعدين شوي وقفت عشان اجرب رود، بعدين وقفت رود ورديت على بيوما. بس شوفوا بيوما مو كل شيء فيه حلو، يعني ترى انا جربت الكلينزر مال الوجه كلش ما عجبني، كلش كلش ما عجبني، يعني كان بالضبط استخدام واحد وقطيته، ما استخدمته خليته كذي يعني. وبعد اللي هو مزيل المكياج مالهم هذا كلش ما حبيته، ما عجبني. وشنو بعد اللي ما عجبني، هذولا كانوا مو وايد حلوين، والتونر مو حلو. اللي حبيتهم كان اللي هو الكريم مال بالليل هذا مع الكريم مال النهار والكريم هذا اللي فيه الحماية. وبعد خذيت منهم ملوت شفايف هم من حلوين، البالم والب اويل، اللي شريتهم هذولا لما كنا مع لما رحت حق زيونة، فللحين من يعتبرون من الاشياء الجديده اللي للحين ما فتحتهم، بس حلوين يعني هما. و شهاده شنو بعد، استغفر الله، وكريم العين بعد حبيته. اي في ملوت الجسم السيروم والاويل، ملوت الجسم هم من حلوين، السيروم احلى من الاويل. تدرون ليش؟ الاويل ما في شيء، بس لان احنا يمكن متعوده على اشياء فيها عطور وكذي، يعني تصير فيهم روائح احلى، هو ما في ريحه، فحسيت ان السيروم احلى يعني مال الجسم. اذا صعدت فوق عشان هذا اجيبه وهم اصور لكم اياه. فمبدئيا هذه هي العنايه اللي قاعد احطها بالنهار، الحين شوي وارد لكم نسوي السلك وبعدين نكمل الفيديو، فشوي وارجع لكم. اوكي الحين خلصنا البشره، نيجي على السلك. السلك شنو نحتاج له؟ نحتاج لفرشة نفس كذي، انا هذه ماخذتها بنات من امازون،
ونحتاج اي سيرم عندك. انا احب استخدم هذا لانه ثقيل، مو لانه هو مثلا في شيء مميز. هو شنو هذا شنو مشكلته؟ انا لما شريته عشان عرفت لما السيرم عادي يعني كذي ابي اجربه، لما حطيته وايد ثقيل يعني ما اقدر مثلا انا اتسبح واحطه على الاطراف واستشور عادي، لا راح يدهن حيل. فقمت شنو اسوي؟ قمت استخدمه حق لما اسوي سلك، لان لما اسوي سلك انا بعدين يعني راح اقصل شعري، فابي شيء يكون ثقيل يعني يغلف لشعره، عرفتوا؟ لان انا اوريدي راح الفها كبه وشي، ابي بس شيء يمسكها يخلي شكلها يلمع. اذا حطيت عليها اي برودكت فهو راح يحميها، وانا ما عموما اي شيء ما اوصله يعني الاشياء اللي استخدمها حق السلك ما اوصلها تحت، يعني يصير بس على القمه، فتحت ابي شيء يمسك. ولان هذا ثقيل فقلت انه يعني راح يصلح حق السلك انه يعني يحمي الشعره ويخليها شيء يعني مغلفها يعني. فقمت استخدمه صراحة بس حق السلك. هذا مال دي، هو شو يسمونه، فيه بير هير اويل مكتوب عليه، ومكتوب عليه انه هو يساعد البارير مال الشعر، وشيز ما ادري شنو بس يعني يمكن شيء زين. فهذا واستخدم هذا مال دي اللي هو عشان اسوي فيه السلك، وعقب ما اخلص استخدم هذا اللي هو من R and Co اتوقع، او R plus CO ما ادري شلون ينكتب. هو ستيك صاير نفس واكس بس يكون شي ستيك، وهم من هذا مال ديل اللي هو صاير كذي، هم من هذا حلو. بس هذا شنو الحلو اللي فيه؟ يعني تقطينه بجنطتك، تبي صار هوا مرات لما تطلعين ويكون هوا وشي، فتبدي البيبي هير يطلع، فهذا يساعدك تدخلينه، فهذا اكثر شيء يصلح بجنطتك. وهذا اللي هو جت تو بي السبراي، هذا اللي انا وايد احبه يعني. وهم نخلي معك مشط كذي احتمال تحتاجين عشان تبي تسوين فرق، تبين مني على الاجناب فيا. المهم خلينا نبلش. شنو راح اسوي؟ راح احط هذا اول شيء. حطه مني تحت. حلوة ريحته بس قوية، عشان البنات اللي ما يحبون شيء في ريحة يمكن ما يعجبكم، بس هو تقدرين تستخدمين اي اويل انت تحبينه يعني، عرفته؟ في مال سول دي جينيرو بعد ثقيل وهم من ريحته حلوة. تشوفون شلون يعني ثقيل هو، عرفته؟ وثقيل على الشعر. بعدين راح اخذ اللي هو 3 ان 1 ستايلينج كريم، هذا بعد مال دي، اثنينهم ملوت دي، موجود دي بسيفورا امريكا. بعدين احطه كذي على قمة الشعر. مشكلة ان انا نسيت اجيب شباصة، بس راح استخدم هذه انها موجودة قدامي، بس انا افضل يعني السير اللي يصير ولا عرفتوهم، مو اللي تكون كذي سلك وهذا. شوفوا الحين انت هني تقررين عاد شنو تبين. تبين تسوين مثلا فرق، مثلا فرق من قدام، فرق لاخر شيء، ما تبين فرق، على حسب عاد انت شنو تبين. هذا
أنا أحب إنه يكون في فرق بس صغير، يعني بس كذي قدام شوية بس. في بنات يحبون اتجاه الشعر يا يكون كذي، يعني تصير كنا كذي، أنا أفضله كذي لي ورا، يعني في فرق بس لي ورا. وهاد بنات ترى عادي مرات يعني تقعدين تعيدين مليون مرة، لأن مرات الشعر يكون على حسب انت شلون كنتي نايمة مصفوط، عرفته؟ فعادي يعني. عادي ان الشباصة تشيلينها وتحطينها 60 مرة هم عادي. بعدين تقررين تبين كبة ولا تبين عنقوصة. انا افضل الكبة، اسويها بشباصتين، يعني اربط شعري اول بعدين اجيب شباصة ثانية. بس الحين انا لازم اشوف انا شنو عندي هني. هذي بشباصة ثانية. اوكي انتم ما راح تشوفون من ورا، فمو مهم الشباب يصير قاعد استخدمها، بس اهم شيء انه يكون كل شيء، كل الشعر داخل وبالاتجاه اللي انت تبينه. الحين راح تاخذين هذا تسوين كذي عشان يصير الشعر مسحوب أكثر، عرفتوا؟ والحين بالمشط شوي شوي، لأن احتمال وانتي تشيلينه تطلع شعره، عرفتوا؟ يعني الحين لما مثلا شي يتشبك، فشوي شوي على المشط. اوكي من الورا راح الفه كذي. ها نضرب. ألف كبة، أحط شباصة، بس عادة الشباصة تكون سودة أو بنية وتكون صغيرة، وبعدين اللي يكونون هني صغار أو شيء تجيب ماشات، عرفته؟ بس سوي كذي صار أوكي. أنت
بعدين اجيب هذا. الحين راح يتم ثابت ما يتحرك، بس ان كيس خلي هذه معاك طلع شيء بالهذا تقدرين تسوين كذي، عرفتوا؟ فتدخلينه كذي. واللون هذا راح يروح الابيض اللي يطلع يعني. في بنات الحين شنو يحبون يسوون؟ يحبون يسوون مثلا ان تحط شادو او شيء كذي انه عشان تخلي هذا مسكر. انا صراحة بنات مو وايد احب، جربت شريت من هذا كلر واو، ترى انا كلر واو وايد احبه لانه فيه يسألوني يجي كذي، فانتي مثلا تحطين، بس انا ما حبيت طريقة يعني مثلا عشان هني كذي احس انه ما شلون يصير، يعني احس ان شكله يكون مو طبيعي، ليش هذا لازم شي مسكر حيل يعني؟ يعني هو الشعر الطبيعي انه يكون هني اوريدي في يعني طاعي ممكن يبقى شنو ما، فما احب، عرفتوا؟ يعني احس ان الشعر الطبيعي يكون اوريدي دائما من قدام اخف يعني. وهو حلو ممكن لو طالع لك شيب، يعني مثلا طالع لك شيب ما صبغته الى الحين شيء انا تستخدمينه يعني حق كذي، بس انا ما ادري ما حبيته يعني وايد، بس قلت لان ادري ان في بنات يحطون شادو كذي، فترى كلر واو ومنزل اشياء كذي يعني حق الشعر، يعني يكون شيء حق شعر بدل ما تحط ما ادري ما يعني. شوفوا ما احب انا هذه الصكه كذي اللي الراس كذي يعني ما ادري يعني، احس انه هو عادي يطلع يعني فروق، احس احلى يعني انه يكون فيه مبين يعني. فأيي بعد ألوان عشان إذا في بنات يحبون هالشيء عادي تستخدمه، بالنهاية الواحد يسوي اللي هو يحبه. فيا ها حبيبي يلا الحين أجيلك. أوكي سو هذا هو لسلك. الحين نطروني راح أروح أبى أصور لي كم عندي فيديوين بصورهم، وعلى نهاية اليوم أشوفكم أشيل المكياج وأسوي معاكم السكين كير مال بالليل. فيلا كملوا الفيديو. أوكي تسبحت ورديت لكم. اليوم صورت وايد، صورت 3 فيديوهات، فتعبت واشتغلت وايد، رحت خلصت مشاوير، فكان المهم رديت البيت شلت مكياجي تسبحت سويت شعري. فالحين راح نسوي النايت روتين، غسول المكياج نفسه مال شانيل وش يسمونه ومزيل المكياج غارنييه. الحين راح نبلش بالتونر. اوكي التونر راح احط نفسه شانيل، بس لاني سبحت فرقت وجهي عدل فما ما احتاج قطن. اوكي راح احط اللي هو الجيت لاج مست مال سمر فرايدز. شوفوا انا اول بنات يعني مو اول بلشت يعني لشتة اللطاف او كل لشتة استخدم ريتينول. ريتينول بنات مو حق بنات صغار، فالبنات الصغار لا تحط لا تستخدمون ريتينول. كنت احط الريتينول بالليل يوم اي يوم لا، واوقفه بالصيف عشان كنت اسوي تان وكذي فما يصير مع الشمس وكذي يعني كنت اوقفه. واليوم اللي كنت استخدم فيه ريتينول ما كنت استخدم فيتامين سي الصبح، انا افضل ان استخدم فيتامين سي بس الصبح يوم وترك، والترك يكون فيه ريتينول بالليل، عرفته؟ الحين نفسه نفس السيروم هذا اللي هو مال بيوما لانه في نايتسيلمايد وفي الهايدرونيك اسيد. ف اوكي وراح انطر يعني شهر 12 استخدم ريتينول يعني.
البنات الصغار ترى بس تحتاجون يعني كريم مرطب، غسول زين، اذا تبين سيروم حطي هايلورانيك اسيد، لا تحطين سيرومات وايد على بشرتك، بس يعني 20 وفوق مبلا لا لازم تحطين فيتامين سي، نايتسينامايد من 25 خلينا نقول، استخدموا الريتينول اتوقع 25 يعني زين. ودائما سألي دائما دكتورك مال الجلدية، لأنه ممكن تكون بشرتك حساسة، فيها وردية، فيها شيء كذي، فيمكن ما يناسبك، فأحسن أن دائما تسألين الدكتور. يعني شوفوا بنات، الأشياء اللي أستخدمها كلها الهدف منها ترطيب. الهايلورونيك أسيد يساعد أنه مع الاستخدام يرطب وايد، ويبدي المفروض انه هو يشيل التجاعيد وكذي، بس انا ما اشوف ان هذا الشيء يصير اي شيء حق تجاعيد وشي، ما اشوف. الفيتامين سي يعطي النضارة، حتى هل انا اسد يعطي النضارة؟ دقيقة، تليفون داقين علي على سين جيم، داق علي بنت اخوي، شو يسمونه، ترى سين جيم وايد حلوة. المهم شنو كنا قاعد نقول، أقول لكم إن الهايلورونيك أسيد حق ترطيب ومع الاستمرارية نظارة، الفيتامين سي حق نظارة ويوحد لون البشرة، وصج أنا أحس هالشيء إنه هو صج يوحد لون البشرة ويعطي هذه الشراقة، يعني عرفته، يعني لما أتم مدة ما أستخدمه احس انه لا كنا في شيء غلط، يعني يمكن احس باهت، هذا راح يبلش يخلص، احس وجهي باهت، فهمتوا؟ ف هذول اكثر شغلتين يعني لاحظتهم بالفيتامين سي وبالهايلورونيك اسيد. ال شو اسمه الريتينول وايد حلو بنات، يعني تحسين انه يصفي، عرفتوا؟ يعني ما ادري يصير حلو، بس ما يشيل للحبة، يعني إذا في حبة تتم تاخذ وقتها يعني، بس أحسه إن شي يصفي الوجه، يعدل الدهون شوي اللي بالوجه، أي شيء طبعا على رقبتك وعلى إيدينك. هذا مكتوب عليه إنه هو بارير ريبير تريتمنت، في أفوكادو أويل، وفي ما أدري شنو الأشياء هذه، أفوكادو إيه؟ شو قلت أنا؟ أفوكادو. وهي شنو؟ أفوكادو. أفوكادو كل أنا أقول. أفوكادو. 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 إذن حمد اقرأ شنو غير الأفوكادو؟ شنو مكتوب؟ وأستخدم هذا بالليل اللي هو اللاش سيروم والآي براو سيروم مال ذا أوردينري. مالتي ببتايد مكتوب عليه، بس ترى حلو، يعني حلو. قول لي شنو حمد؟ أفوكادو أويل. إيه. إكتوين. ها؟ إكتوين. إكتوين؟ ما أعرف هذا شنو، بس هو من ضمن المكونات. شنو بعد؟ بس كلمة صعبة. قاعد أقول لكم صعب. اللي مكتوب عليه سكوالان سكوالين ما ادري. المهم احط هذا على حواجبي ورموشي. انا اول كنت استخدم بنات هذا زيت اورمانه، حلو اورمانه، وبس شوفوا اي شيء احطه على رموشي ولا حواجبي كله تمهيد، ما احط كل يوم من اول شيء، يعني يوم بعدين يومين لا بعدين يوم بعدين يومين لا بعدين يوم بعدين يوم 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 ويوم كذي. إنزين، وحتى لما يبدي يخلص هما أمهد حق القطعة، يعني ما أقطع فجأة، عرفتوا؟ لأن ألاحظ بالحواجب يرد يطيح، عرفتوا؟ فلازم تمهدون يعني شوية حقه عشان وما يتعود، إنه دائما يعني الحواجب ما تتعود فتقوم بعدين تطيح، اي شيء تمهيدي يعني عموما. فيا هذا السكين كير مال بالليل، ان شاء الله الشهر الجاي
راح ادخل الريتينول وراح انطر بس هذا يخلص، راح استخدم فيتامين سي فش يسمونه. فاحس يا الشهر الجاي يعني او بعد كم اسبوع نسوي روتين جديد، لان راح استخدم ملوت جلوسيه وراح استخدم ريتينول. فاذا اللي عندها ريتينول مجربته حلو خل تكتب لي اسمه عشان اشتري. انا مجربت مال لاروش بوسي وجربت مال لوريال، اثنينهم كانوا حلوين بس ابي اغير يعني. فاللي عندها كذي اشياء مجربتها حلوه كتبوا لي عشان اجربها. فيا بس والله ان شاء الله يكون في استفاده من الفيديو، واذا في اي اسئله كتبوها بنات تحت عشان نجاوب كلنا على بعض وكذي. فبس والله هذا كان هو فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اذا حبيتوه عطوا ثامز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. يلا باي.